مدينة والمس. مقيمة قيم. أنا صراحة فرحان بهذا الميدالية هذه اللي في الشعب المغربي كينتظرها، وأنا فرحان جدا، وهذه الميدالية هذه ما جاتش بكل سهل، جات بالأعمال الجدية والمدرب ديالنا كريم الحاج اللي صار علينا على التدريب وعلى النصائح ديالو. وأنا صراحة فرحان باش هذه البلاد المغرب أول ميدالية الذهبية اللي كينتظرها الشعب المغربي، وكنتظرها لجنة أولمبية وجميع الملكية المغربية للألعاب والحوار. هذه اليوم الميدالية هذه بزاف، وشكرا للجنة الأولمبية اللي صارت معنا حتى هي بزاف في جميع الرياضات، ووفروا لنا جميع الإمكانيات باش نحصلوا حتى حنا على جميع عدة ميداليات ونفرحوا الشعب المغربي. انا بدوري كنبغي نهني الصديق ديالي بالميداليه الذهبيه ديالو. الحمد لله تمكنت انني نفوز بالميداليه النحاسيه في سباق السومي ماراثون، وانا فرحانه بهذه الميداليه اللي تمكنت انني نحصل عليها، خصوصا ان السباق كان في مطاف صعب شيئا ما، والمنافسه كانت قويه بيننا وبين باقي العدائين ديال باقي الدول، ولكن حاولنا اننا ناخذوا بزمام الامور ونسيروا الايقاع. وهذا الفوز ديالي كان هدي للجامعه الملكيه المغربيه واللجنه الاولمبيه، وكنبغي نشكر من هذا المنبر المدرب المنتخب الوطني كريم ايت الحاج، وكذلك ما ننساش نشكر الزوج ديالي على المسانده ديالو ليا طول المده ديال التحضيرات. كنتمنى ان شاء الله اننا نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور المغربي في المستحقات اللي جايه ان شاء الله. شكرا.